بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقة لازم نوضعها تحت سماشينج نويز، قناة رقم 19، هاي الحلقة رقم 27 من قناتنا الإخبارية بتاريخ 30 سبتمبر 2020، وعنوانها السيرك الأمريكي الكبير. هذه أفضل عبارة ممكن أطلقها على هالديبيت أو المناظرة اللي حصلت مبارح بين الفيل والحمار. هلا بتقولون أنت قاعد بتغلط، لا، الفيل اللي هو شعار الجمهوريين ترامب، والحمار شعار الديمقراطيين اللي هو بايدن. وبالفعل امبارح اثبت بانه حمار، وحمار اصلي كمان، يعني اذا بدنا نصنف الحمير حمار اصلي طلع امبارح ووقع بالفخ، وقع بالفخ، وهو اللي بدأ يفشل، وهو اللي فشل الوحيد لما يقول للرئيس اخرس، ويقول له انت بهلول او كلاون، وعدة مرات، يعني بتلاحظوا انه فقد اعصابه شوي. وهذا اللي كان مدربين مستشارين ترامب، مدربين ترامب عليه انه هو ما يفشلش ويضله بمثابة رئيس، ونجح فيها. يعني انا بقول للكل فضحتونا قدام الاجانب، يعني هذا بالفعل امبارح كان سيرك كبير. بس ولكن الملاحظ انه كان في خبث بسؤال واحد موجه من الانكر الماريتر اللي هو من فاكس نيوز، وعادة فاكس نيوز معروفة انها يمينية متطرفة، ولكن هذا الماديريتر او اللي قائم على ادارة المناظرة هو بالذات محسوب على الديمقراطيين اكثر ما هو محسوب على الجمهوريين، ولو انه في قناة يعمل في قناة جمهورية يمينية متعصب للفاكس نيوز، وهو معروف عنه بأنه ديمقراطي ويميل للديمقراطية أو للصهيونية العالمية. أنا اللي بس بدي أحكي لكم إياه شغلة واحدة، كيف تلاحظوا في سؤالين إجا، واحد لبايدن وما جاوبش عليه أو كذب في الإجابة عليه، بمعنى لما قال له أنه أنت ابنك بتعامل مع الروس وبتعامل مع الأوكرانيين وكذا، وبأخذ ملايين وملايين الدولارات، فظل ساكت ما قدرش يجاوب عليه لأنه هذه حقيقة. فهنا السكوت عن الحقيقة مش كويس. إنما اللي أنا بس بدي ألخصه حتى نخلي هاي الحلقة، يعني هاي بالفعل يعني بتقدر تقولوا عنها سيرك The Great American Circus هيك سموها، حلو الاسم. لكن لما إجا السؤال لترامب إذا خسرت الانتخابات بتسلم الحكم، هاي الصدق، قال له أنا ما بعتقد إنه هذه الانتخابات راح تكون نزيهة وراح يصير فيها تزوير كثير. ولما كمان ترامب سأل بايدن إنه أنتوا في حملتكم السابقة تجسستوا على حملتي، وبعد ما أنا أخذت البيت الأبيض برضو بمساعدة أوباما برضو تجسستوا على بيت الأبيض تبعي، وكمان بايدن ما عرفش يجاوب عليها، فمعناها
إنه خذوها بس من ناحية الصدق والكذب، على طول ترامب حكى بالضبط ما يجول في خاطره، إنه هذا الحكم مش راح يتسلم للديمقراطيين. طب هذه منتهى الصدق، يعني ما جاش قال خبى ولا لف ودار. هذه شغلة بالفعل ما حصلت في تاريخ الولايات المتحدة نهائيا، وانتوا اقرأوها زي ما بدكم. بعدين اللي أسوأ من هيك، اللي أسوأ من هيك انه بيجي بايدن عمل غلطتين بجوز انتوا ما لاحظتوا عليهم، واذا لاحظتوا عليهم لاحظوا عليهم ملاحظة كويسة. لما اجى حكى له انه انا عملت للسود او للافرو امريكانز اكثر مما انتوا عملتوا، واجا بده يقول له لترامب لا ما عملتوش، او اثبت اثبت. والحقيقة انه الان الافرو امريكانز يعيشون بافضل حالاتهم منذ عقود طويلة من جميع النواحي الاجتماعية والداخلية، يعني المالية. أبدا، هذا معروف وثقه تماما، مش نص الأفرو أمريكانز، على الأقل 70 أو 80% من الأفرو أمريكانز رايحين ينتخبوا ترامب، لأنهم يشعرون بذلك. يعني احنا عندنا جيران كثير، وعندنا ناس وأصدقاء كثير افرو امريكانز، وبيحكوا لنا وبنشوفهم عندهم. يعني شغلة واحدة واضحة، بتنزل على السوبر ماركت ولا على الاسواق ولا على المولات، بتلاقيهم الافرو امريكانز جايين وبضحكوا ومبسوطين، وهم اكثر ناس بدخلوا بتبضعوا وبيطلعوا يعني حاملين أكياس وأكياس من البضائع، لأنهم مبسوطين، لأنهم دخلهم ما عمره كان في هذا الدخل المزبوط من 2 أو 3 سنين وجاي. وهذه حقيقة، وإحنا بنشوفها، يعني بنشوفها في أيامنا العادية. فلما إجى حكى له أنت شوف وين الخبث تبع جو بايدن. لما اجى بحكي له اوكي انت ما دفعتش ضرائب ولا رايح تعطي او تفرجينا اقرارات الضريبية تبعتك، قال له انا دفعت ضرائب ورايح افرجيك اياها في الوقت المناسب، يعني لما يخلص الاوديت. لانه بالفعل الرئيس ترامب، ولو انه رئيس الان، ولو انه كمان مصلحة الضرائب تحت امرته، لكن لا يستطيع التدخل. وفي مكتب الضرائب عاملين فحص وتدقيق على كل اقراراته لحد الان، على كل اقراراته الضريبية لحد الان. صار له البحث او الاوديت احنا بنسميه، تفحص الكشوفات اللي قدمها، صار له ماشي حوالي 3 أو 4 سنين. فهي أثناء ما هي تحت الأوديت نسميها، أو أندر أوديتنج، بصيرش أي حدا حتى مش كويس إنك تطلعها، لأنه النتيجة النهائية قد تختلف عما هو عليه الآن. فهذه صدق. وبعدين لما بقول له بتدفعش ضرائب، أولا كل شيء قبل ما كان رئيس دفع الضرائب القانونية، أو ما يترتب عليه حسب القانون. هذه 100%، وحطيت لكم إياها في الحلقة الماضية تبعت امبارح أو تبعت اليوم الصباح اللي تأخرت، لأنه اليوتيوب صار عنده مشكلة ما طلعهاش في وقتها، كان المفروض تطلع لكم امبارح الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت نيويورك. بس شوف الخبث وين، انه لما قال له راح تطلع في الوقت المناسب، شو قال له بايدن؟ قال له ان شاء الله ان شاء الله. يعني هاي عشان تشوفوا انه كثرة استعمالكم الخاطئ لكلمة ان شاء الله
شوف شو لوين وصلتنا. يعني بقول له ان شاء الله بالسعودي، او ان شاء الله على حسب الاستعمال السائد الخاطئ اللي بتستعملوه انتو يا هالعرب يا هالمسلمين، تعدوا حالكم في البلاد العربية. خليكم تعرفوا كيف احلى كلمة واحلى دعوة في القرآن ان شاء الله، يعني هذه دعاء او تمني، وتمني بشيء لازم نكون فيه اذا وعدنا. انت هون بايدن الصهيوني استعملها ضدكم ان شاء الله، يعني بالمشمش، هذه معناها يفتح الله. انا هيك بقول، قال له امبارح، ما قال له ان شاء الله، قال له يفتح الله اذا عمرنا بنشوفه. هذا اللي عناه. والشغله الثانيه، لما اجى موضوع الافرو امريكانز وان السود الان هم في افضل حالاتهم، لما اجى يحكي عن فلويد طلعوا عليه، راجعوا المناظرة، قال أول إشي فلويد، بعدين استدرك نفسه قال مستر فلويد. فتطلع الحقيقة صح، الديمقراطيين عمرهم قد ما وعدوا الأفرو أمريكانز، وقد ما الأفرو أمريكانز انخدعوا فيهم، ولحد حملة أوباما الأولى رشحوا لأوباما أكثر إشي، ولكن بدأت تظهر إنه كل شيء بوعدوهم فيه الديمقراطيين إنه بيشتغلوا للميدل كلاس وبيشتغلوا للأقليات وكذا، كله كلام مزيف. أول ما بيستلموا الحكم عطول كل القوانين، وخصوصا قوانين الضرائب اللي هلا كمان راح احكي لكم عنها، كيف افحموا امبارح ترامب لبايدن في موضوع الضرائب. وانا عم في حلقه، سبحانك يا رب، الحلقه تبع امبارح انا هيك جبت كل هاي الشغلات وتعرضت لها، وفيها تفاصيل ممتازه، رجعوا لها ولو انها ساعه وعشر دقائق ولا ساعه وربع، بس رجعوا لها. وحطيت لكم عليها في الحلقه الماضيه وين انا بديت احكي عن كل عامل من العوامل اللي كنت كاتبها على اللوحة. يعني ارجعوا اذا بدكوش تشوفوا الحلقة كلها، ارجعوا شوفوا مثلا الحلقة من وين انا بدأت اتكلم عن الضرائب. فاللي حكاه ترامب 1000% صحيح، لما قال له صار لك 47 سنة وانتو مشرعين، ما هو وانت في انت كسنتر 47 سنة من الخدمة، كسنتر كمشرع كل اللي شفناه منك انه زادت وزادت 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 صفحات قانون الضرائب، وحكيت لكم ل 15,000 صفحة او 12,000 صفحة فما فوق، وهذا الصحيح. والغضب اللي يعني اللي قائم الان، انه وغضب الصهاينة يعني اللي قائم الآن على ترامب، لأنه محى كل هذه القوانين اللي كانت تخدم الصهيونية واليهود. ارجعوا لحلقة امبارح فيها تفصيل كويس، بديش ارجع فيها. وحكيت لكم في هذيك الحلقة وسجلتها قبل الديبات بحوالي 27 أو 28 ساعة، حكيت لكم انه هذه راح تكون واحدة من النقاط المهمة اللي راح تيجي في المناظرة، واجت. ولما حكى له انه انا عدلت كل القانون وبسطت، وهذا معروف الريفورم تبع التاكس ريفورم تبع ترامب، قلب الموازين راسا على عقب، صار وحكيت لكم في حلقة قبل الحلقة الماضية انه كيف صار وبالانجليزي كمان، اذا بتشوفوا الحلقه الانجليزيه تبعتي اللي اطلقتها امبارح او اول امبارح، حكيت للجاليه الاسلاميه العربيه عندنا ليش لازم ينتخبوا ترامب. فقلت لهم انه جدا جدا قانون الضرائب الجديد اللي عمله كان
لتحسين أوضاع الميدل كلاس، وهذا بالفعل اللي حصل. لغى كل اللوب هولز أو خروقات القوانين اللي كانوا حاطينها اليهود والصهاينة في قانون الضرائب، ونزلها من 12,000 صفحة لحوالي 400-500 صفحة، لأنه كل الـ الشغلات الدهنية اليهودية، احنا نسميها الدهنية يعني بورك نسميها، اللي والخروقات واللوب هولز اللي كانوا حاطينها اليهود والصهاينة لاستغلالها في قانون الضرائب بالفعل شالوا. وشو حكى امبارح بايدن؟ قال له انا اذا باجي بدي الغي كل شيء انت عملته، يعني بده يعاود يرجعنا للصهاينه. في واحد بيلغي كل هالصفحات المزيفه اللي كلها عباره عن خروقات او لوب هولز لقانون الضرائب، وعاملينها 12,000 صفحه عشان ما حدش يقدر يقراها الا فقط المحاسبين اليهود اللي بيشتغلوا في البلد، اللي كمان يستفيدوا منها عند مساعدة المواطنين في تعبئة الضرائب، لأنه ما حدش قادر يفهمها. هذا لغاها وعاود بسطها ونزل النموذج تبع الضرائب من 3-4 صفحات، شو عفوا، من 12 صفحة لصفحة واحدة. صفحة واحدة. فهون مسكوا فيها كمان، قال له أنا ألغيت كل إشي أنتوا عملتوا، عملت ريفورم. وهذا بالفعل يعني الآن اللي بعمل أفضل ناس بيستفيدوا من الضرائب، وأقل ناس بيدفع ضرائب هم اللي بيعملوا ما بين 138,000 دولار إلى 168,000 دولار سنوي في الولايات المتحدة، يعني من بين 12,000 و 15,000 دولار شهري. هذول الميدل كلاس، هذول المثقفين والإدجوكيتد بيبول اللي راحوا على 4 سنوات جامعه واللي طلعوا، ومعظمهم اقليات. هذول طلعوا في الاي تي، في التكنولوجي، طلعوا في الطب، طلعوا في الصيدله، في الاشياء اللي بتحافظ على قوام الدولة السليمة. ومش ذنب ترامب ولا ذنب بايدن انه الاقليات هم اللي قاعدين بتطوروا في حياتهم، في تعليمهم وكذا. كل هذه شغلة عملية انه الوايت سوبريمست ولا شغلة العنصرية البيضة وكذا، كل هذا حكي فاضي مش موجود عندنا في الولايات المتحدة، مش موجود نهائي. هذه يعني لما هذا السؤال الخبيث اللي حطه هذا الديمقراطي اللي بيشتغل لهيئة تلفزيونية صهيونية يمينية، حط له اياه بخبث، قال له دينونس، يعني دينونس يعني اعلن عدم تأييدك لهدول الوايت سوبريمس ولا كذا. قال له سمي واحدة منهم، مين هم؟ فما عرف ايش يسمي. ليش؟ لانه كل هاي اللي بتشوفها في الشوارع اللي بيطلعوا بقول بيطلعوا يناهضوا المظاهرات السلمية اللي بتنزل، عشان مثلا في اعتراض وفي غضب على قتل مواطن مهما تكون بشرته ولا مهما يكون دينه ولا هذا. في هاي الحالة فلويد كان أفرو أمريكان، قتلوه بطريقة بشعة جدا، واللي قتله عنصر بوليس متدرب في الدولة الصهيونية، لأنه هاي المسكات وهاي إنك تنزل على الواحد وتحط ركبتك على رقبته، هذه تدريب الكيان الصهيوني وأجهزتهم البوليسية القمعية الغاشمة، وهم اللي مدربين أكثر القوات الأمنية، أو جميع القوات الأمنية في مصر متدربة عندهم
في الكيان الصهيوني مع هذول الشهود هم القاتلة اللي بيعلموا الناس انه بيشيلوا لحمه منهم عشان ما يحموش انسان. هذول كلهم عناصر اسرائيليه يهوديه صهيونيه. المناظره كانت سيرك، يعني سيرك كبير، مش مفروض تكون بهذا الوضع. يعني انا لما بقول فضحتونا قدام الاجانب، الاثنين فضحتونا، احنا فضحنا حالنا قدام الاجانب، اذا انتوا اجانب وانتوا فضحتونا من كثر ما بتستعملوا كلمه ان شاء الله بالتسويف، ويعني ويفتح الله بما معناه تستعملوها. هاي واحد صهيوني بده يحاول يرجعنا لتحت النفوذ الصهيوني، اذا كسب استعملها ضدكم. يلا بعدين الرئيس ترامب بيطلعش عليه انه يقدم ضرائب وهو من حد ما اخذ الرئاسه، لانه كل شركاته اعطى الاداره تبعتها، عملوا شركه مانجمنت هم بين عيلته، واعطى كل شركاته لادارتها من قبل الشركه اللي عملتها عيلته، يعني عشان ما تروحش عليه. فمعناها ما فيش له دخل في الانكم تبع هاي الشركات، او في الدخل تبع هاي الشركات، لانه هو عزل نفسه واعطاها لشركه الاداره زي ما عمل كارتر في 1976 1976 اعطى اداره مزارع الفستق تبعه لا شركة تديرها، زي ما مثلا في ناس كثير بيبنوا عمارات هائلة وكذا، وبعدين بيجوا بحطوا شركة إدارة إلها، بقولوا انتوا حصلوا الأجار وكذا وكذا، وعملوا لها مينتننس، وديروا بالكم دائما ضلها ضاوية وكل شيء فيها شغال، بحطوهم 20% من الأجارات اللي بيحصلوها. ترامب عمل شركة إدارة لأولاده اللي مش داخلين في البيت الأبيض، وهم بديروا جميع مشاريعه. هو شو بيضل عليه؟ راتبه كرئيس. الرئيس الآن بيعمل بين 400 و480 ألف، I think 480 ألف دولار سنوي. شو هو حكى من أول ما دخل؟ قال ما بديش. بديش الدخل، أخذ درر، لازم يأخذ درر. سنوياً من 2017 2018 2019 و2020 أخذ دولار 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 دولار. فإذا بتعمل أقل من 12200 دولار ما فيش عندك حتى إنه إلزام إنك تعبي إقرار ضريبي. فلو ما عباش الإقرار الضريبي لأنه ما عملش إلا دولار واحد فقط. يعني مختصر الحديث، مين اللي كسب؟ ما حدش كسب. هذا بالفعل مش لازم يحصل في دولة زي أمريكا، هذا أنا بسميه سيركس، يعني The Great American Circus. مين فاز، الفيل ولا الحمار؟ ما أفيل من الفيل إلا الحمار. غلط غلط، بس لكن هذه هي الميديا أو الإعلام الصهيوني. لما يكون هو اللي قاعد بيشرف على مناظرة زي هاي بدس فيها الخبائث، دسوا له سؤالين، واحد عن الوايت سوبريمست وعرف كيف يجاوب، جاوبها بكل صراحة، قال لهم استنوا، قال له أول شيء سألوا، قال له نيم ون، ما عرفش، لأنه ما فيش شيء اسمه وايت سوبريمسي بالفعل، ما في. وبعدين آخر شغلة بدي أحكي لكم إياها، أنا اللي بلاحظه، بعرفش إذا بتلاحظوه ولا لا، كل ما تدعو على أمريكا بالانهيار وبالتشتيت وبالفتن، الله بيرجعها عليكم. أنا هذا اللي ملاحظه. شو رأيكم تعكسوا دعواتكم؟ ابدوا ادعوا على حالكم، بلكي الله يحولها علينا في أمريكا، الله بعدهم، استغفر الله العظيم.
بدل ما تدعوا علينا بالتشتيت. على فكرة بدي أقول لكم شغلة، أمريكا حرب داخلية في أمريكا ولا فتنة ولا إيه، ينسوا انسوا نهائي، بتصيرش. من سابع المستحيلات. لسه ادعوا علينا الله يبعث لنا مثلا اعصار، بركان، زلزال مدمر، الله بعلم اذا بتيجي علينا ولا تيجي عليك، بس اكونوا حريصين، يعني حريصين جدا. كل واحد، انا حكيت لكم اياها، انا تفكروني لما بحط لكم هاي الدروس تبعتي، لما بحط لكم المبادئ، ولما بقولكم كل واحد بتمنى للآخر أي إشي شر برجع عليه، وانتو بتصدقوش. طب اطلع على حالكم، اللي هون بشر، بس اللي هون الله نخلهم من أفضل البشر جايين هون، كلهم بيشتغلوا بعقول، بيشتغلوا بإخلاص لعملهم، بيشتغلوا بياخذوا حقهم وأكثر من حقوقهم، وبيدفعوا ضرايبهم وبيطلعوا بنبسطوا بيجوا بروحوا، بشر يعني مش هامي. انتو والله العظيم ما بعرفوا وين انتو. الشعب الامريكي هلا اسألوا وين مصر، بقول لك والله ما بعرف، هات بدخل على جوجل عشان يشوفها وين. بتقول له وين مثلا السودان، بقول لك هو في بلد اسمها السودان. بتقول له وين قطر، بجوز ما عرفوش قطر الا عشان حطوا هذا، بعضهم مش كلهم. اسالوهم اي دوله في العالم العربي بيقول لك، اسالوهم وين الاردن. والله العظيم معظم الناس بعضهم بجوز سالك ديومين اسرائيل، لا بنقول له الاردن، في دوله اسمها الاردن دور عليها. بعرفوش عنكم، وانتو مش على عقولهم. هذول بشر تدعو عليهم بالحرب الأهلية وكذا، فكرة كدول اللي بيطلعوا بسموا حالهم دجاجين بالسلاح وكذا وإشي، وهذا راح يقدروا يعملوا شيء؟ استغفر الله العظيم، هذول بنشالوا في 5 دقائق. وبعدين فكرك إنه الجيش، أول إشي الجيش جيش للحروب الخارجية، للحفاظ الأمن الداخلي اللي بيقول ميليشيات ومرتزقة ومش عارف ايش. احنا عندنا شيء اسمه الناشونال جارد، الحرس الوطني. الناشونال جارد هذول متطوعين من أبناء الشعب الأمريكي على مختلف فئاته، هذول بينزلوا بس بحافظوا على الأمن إذا اضطروا، إذا شافوا إنه في جماعة مدسوسة من أي مكان، وبقدروا يعرفوا مين هم ويروحوا يستأصلوهم قبل ما ينزلوا حتى على الشوارع لما يجي الوقت اللزوم ويبهدلوا الدنيا. وهذول لا يمكن يقتلوا شعوبهم لأنهم منهم، فيش واحد في الناشونال جارد. والناشونال جارد هذا مين اللي بيدعمه؟ انتوا نسيتوا انه في شيء اسمه الجزيه والزكاه ومش عارف ايش، او الجزيه والحمايه مقابل الحمايه. كل ولايه بتدفع للحكومه الفدراليه مبلغ معين كل سنه، ومن هذا المبلغ بيسووا الحرس الوطني من جميع الولايات، من أبناء جميع الولايات، وبدربوهم تدريب مزبوط وبدربوهم كويس، ولما بينزلوا بحافظوا على الأمن، بيمنعوا الشغب، ما بيقتلوش، بيمنعوا الشغب. بترفع عليهم مسدس أو بارودة، الله سهل عليك، ما بطخوا إلا اللي بيرفع أو بيهدد حياته. والشعب الأمريكي مش شعب غبي اللي يطلع قدام هدول يرفع عليهم بنادق، لأنه بيعرفوا ما فيش. بضرب أول طلقة 50,000 طلقة بتيجي من حيث لا يعلم، بس لا يمكن يعتدوا لا على أراضي ولا على أملاك ولا على أشخاص ولا على أي واحد من الشعب نهائي كضربة أولى، لا يمكن.
وبيجوش على المدينة، وفيهم انه خلص عندهم قرار بيدوا المدينة بالكامل، زي ما في عند بعض حكوماتكم. لا بسوهاش، بس بدخلوا بحافظوا، بنتشروا بحافظوا على الأمن. واحد طلع ببرودة بده يحاول يعمل شغب بخلعوه. هما يدخلوا على أي حدا، على البروبرتي تبعه ولا على أملاك أي حدا، بدخلوش، لأنه بيعرفوا إذا دخلوا صاحب الملك له حق يخلعه، وإذا خلعه خلعه. حتى أصحابه بيجوش ينتقموا له، لأنه عندهم حدود، هم لهم الشوارع، يحموا الشوارع ويحموا الأملاك وبيحموها. يعني أنا ليش بحكي معاك وعلى الفاضي؟ فيش يعني بتصير فتنة، وبعدين كل ما تدعوا علينا أكثر كل ما الله بيقوينا أكثر. يعني بقولكم، لأقولكم شغلة تانية، بلكي بدل ما تدعوا علينا تشتغلوا على حالكم وتخمدوا الفتنة اللي بيناتكم، وترجعوا لله سبحانه وتعالى، وتحبوا الخير للآخرين كما تحبوا لنفسكم. هذا إذا بتحبوا الخير لنفسكم. يعني فكرك الله سبحانه وتعالى بده يقبل دعوة واحد بكره جاره، ولا بكره أخوه، ولا واحد بوصف أخوه بخروف والثاني بوصف أخوه في معزة؟ منكم راح الله يتقبل؟ بتقبل أي دعاء؟ استغفر الله العظيم. كل ما تدعو على واحد بأي شيء بالتشتيت، الله بشتتكم. انتبهوا لنفسكم واشتغلوا على حالكم وعودوا لله سبحانه وتعالى. أمريكا عائدة إلى ما قبل، لا شوف، أمريكا لحد 2016 كانت أمريكا صهيونية 100%. وهذه هذا اللي ثبت لكم اياه في الدبيت امبارح، انه بايدن بده يرجعها لتحت نفوذ الصهيونيه، والصهاينه غضبانين على ترامب لانه كل شيء قاعد بيشتغله لا يوفي بما كانوا يخططوا للولايات المتحده. ترامب امريكي خالص، بحكي وبقيم وبحط وبحطك في واد وبضرب في واد تاني وخلص. يعني انا زهقت وانا بحكي عن هالموضوع هذا، ان غدا لنظيره قريب، اصبروا وشوفوا. لما واحد بيجي بده يعاود يعيد العدل ويعيد النظام مظبوط وبحب بلده أكثر ما بحب ناس قاعدين بيحاولوا يزرعوا زرعوا في بلده كل الأوساخ وهو قاعد بينظف فيها، شو بتقولوا عنه؟ إحنا الآن داخلين على ثورة تنظيف داخلية اسمها، يعني جبنا حد معاه مكنسة ممتاز وممسحة، وقاعدين منكنس ومنمسح في كل هالصهاينة والنفوذ الصهيوني من الولايات المتحدة. بدنا كمان مش بس 4 سنين، إن شاء الله يضلوا وما يقوم عن الحكم لحد ما ينفذ هذه المهمة. وبدل ما تدعوا على أمريكا وعلى تشتيت أمريكا، مش راح تتشتت، والله مش راح يسمع دعاكم، لأنه الله لا يسمع أي واحد بحبش جاره ولا بحبش أخوه. هسال كلمتين أنتوا وسختوهم تمام، وسختوهم بأعمالكم. كلمة إخوان اللي مأخوذة من أحسن آية في القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وآخر الآية كلمة إخوانا أخذتوها وشرشحتوها، والله يشرشحكم، وبتتمنوا من الله انه الله ينصركم، ولا الله يتقبل دعاكم ولا دعواتكم. وهي اخذتوا كلمة اللي بتضلكم تقولوا ان شاء الله ان شاء الله، يعني يفتح الله يفتح الله. هاي اجاك واحد صهيوني ابن صهيونية،
يستعملها ضدكم. يلا أسأل الله لكم الهداية يا رب. فما تدركوش تدعوا، يعني ما تدعوش على آخرين إيش أنتم مش بقدرته، بدل ما تدعوا على آخرين اشتغلوا على نفسكم، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى واتركوا الدنيا في حالها. خلاصة الحديث هذا امبارح كان سيرك أمريكي كبير جدا مش مفروض يصير، لأنه هذه مش كويسة. فضحتونا قدام الأجانب الاثنين، هذول الاثنين الفيل والحمار فضحونا قدام الأجانب، اللي هو أنتوا، وأنتوا فضحتونا قدام الأجانب إنه واحد يجي استهزأ عليكم في كلمة إن شاء الله. يلا إلى حلقة قريبة بمشيئة الله، وحلقة بتكون إن شاء الله في الطريق الصحيح، وكيف كل شيء راح يمشي صح، وكل شوي والتانية توقعاتي واللي بحكي لكم إياه إن شاء الله قاعد بثبت. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله.